وانا بقول اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك 99.9% منهم ناس بتفهم، وناس على درجه عاليه جدا من الوعي، وناس المتخصصين منهم يفهموا الكلام اللي احنا بعض الكلام اللي احنا بنقوله، زي مثلا ازاي مثلا هيتبني استاد ولسه لغايه دلوقتي الجسات ما اتعملتش في الارض، لان دي احمال تقيله ولازم تتعمل جسات الاول قبل الكلام ده. ماشي. في موضوعين هم فنيين قوي بس لازم اقولهم لك، لازم اقولهم لك يعني، ماشي، والناس تحضرني فيهم. اللي فاهم من فضلك يعرف اللي مش فاهم، اللي فاهم من الناس يعرف اللي مش فاهم من فضل حضراتكم يعني، عشان يبقى الكلام منطقي. في موضوعين. الموضوع الاولاني، في قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بايقاف التراخيص لمده 6 شهور. حضرتك تعمل في الموضوع ده ايه؟ ده رقم ايه؟ 1. في قرار من رئيس مجلس الوزراء بايقاف التراخيص واعمال البنى الجديده 6 شهور. حضرتك الموضوع ده هتعمل فيه ايه؟ هتتصرف فيه ازاي؟ ماشي؟ لازم تطلع تقول لنا علشان نبتدي نفكر ان انت عندك مصداقيه، ان انت بتضحكش عليا، ما بتعمليش مشهد زي الحبطوره وزي الشركه الايه؟ الصينيه، وفي الاخر الموضوع هيرسى على ايه؟ هيرسى على مفيش. ده رقم 1. رقم 2، الارض دي متاخد عليها قرار وزاري. القرار الوزاري دوت محدد الحاجات اللي هتتعمل. اللي انت قدمته امبارح في البرزنتيشن في حاجات اتغيرت. في حاجات ايه اتغيرت؟ فهل هتشتغل على القرار الوزاري القديم؟ ولا الحاجات اللي انت غيرتها دي هتعمل بيها قرار وزاري جديد؟ مع العلم للناس ان عشان تعمل قرار وزاري جديد هتدفع رقم محترم. لو هتشتغل مظبوط اطلع رد علينا. لو هتشتغل مظبوط اطلع رد ايه علينا. ومبدئيا انا بشكرك ان انت طلعت رديت امبارح بالفيديو ده. ده له كذا معنى ايجابي. معنى الاولاني طبعا ان انت قاعد بتتفرج علينا او بتتفرج عليا، بمعنى اصح ان مفيش حد راح صور الا انا. ماشي. فمعنى ان كده ان انت بتتفرج عليا، ادي 1. 2، في حاجه ايجابيه كويسه اهو، ان احنا لما بنيجي ننتقد بننتقد ايجابي. ان انت لما بيكون عندك اخطاء او غلطات وبنشاور لك عليها وانت بتعملها، فده للصالح العام، ده كلام محترم جدا. زي كده ما شاورت لك على السوبر الافريقي في قطر وضغطت عليك ومحدش اتكلم فيه الا العبد لله، وسمعت الكلام ورحت ولعبت وربنا كرمنا وكسبنا وخدنا البطوله ورجعنا. دي زيها كده. دي زيها كده. فانا النهارده بقول لك من فضلك لو سمحت احترمني كجمهور واحترمني كعضو جمعيه عموميه. السيد الأستاذ رئيس نادي الزمالك. السيد الأستاذ رئيس نادي الزمالك، من فضل حضرتك يا فندم احترمني كجمهور واحترمني كعضو جمعية عمومية. واطلع يا فندم قول لي البرزنتيشن اللي حضرتك عملته امبارح وصدرته لينا، حضرتك يا فندم فائد للمصداقية معانا. نحن لا نثق في تصريحات حضرتك ولا نثق في المشاهد اللي حضرتك بتقدمها لنا. فمن فضل حضرتك احترمنا وورينا الرخصة وورينا العقود اللي ما بينك وما بين الشركة، وعرفنا المشروع هيتكلف كام وتمويله منين، والخطوة الخطوة الخطة الزمنية لتسليمه هتبقى ايه، والرسومات الهندسيه والحاجات دي كلها دي نحطها على جنب. وهتعمل ايه في موضوع ال6 شهور بتوع ايقاف الايه؟ التراخيص. احترمني واحترم عقلي
علشان لما اطلع، لما حضرتك تطلع تتكلم في حاجه ابتدي ابص لك واصدقك، ما يبقاش شو وبروباجندا وفي الاخر فنكوش او بلبس في الحيط كالعاده كالعاده. تانيه، من فضلك لو سمحت عاوز اعرف انت وصلت لغايه فين في موضوع نادي القاهره. النهارده اليوم 55 وبتقول لسالي 13 يوم كمان عشان اجهز الملف وابعته فين؟ للمحكمه الرياضيه الدوليه. من اول ما ابتديت تطلع بالايه؟ بالموضوع. حتى الان لسه ما جهزتش الملف، وحتى الان ما وديتش ملفات للمحكمه في سويسرا. حتى الان. ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخليني ما صدقكش. لان من 56 يوم قلت في ظرف شهر لجنه من احمد جلال ومعاه مجموعه جامده جدا هتروح. حصل ولا ما حصلش؟ الشهر عدى، داخلين في شهرين اهو، ولا حس ولا خبر عن الملف، ولا حس ولا خبر عن الملف. وعايزني اصدقك ازاي وانت ما بتحترمش عقلي؟ عايزني اصدقك ازاي وانت ما بتحترمنيش كجمهور او كعضو جمعيه عموميه؟ بتصدر لي حاجه واللي على الارض حاجه تانية ايه خالص. ننهي الحلقه بتاعتنا بعصفوره وهدهد، بعصفوره وهدهد. العصفوره راحت خدت مشوار راحت لأحد الكيانات الكبيرة في الجيزة، فلقيت رئيس العزبة، رئيس العزبة جاب مدير شؤون العاملين اللي هو واو لام ماشي، ومسكه نفضه قدام الناس، نفضه قدام الناس. ليه يا عم؟ قال له انت ولا ليك اي لازمة، وانت ازاي تسمح لموظفة عندك، موظفة عنده ديت اللي هي شين الف ماشي، ان هي تتكلم مع العمال الموظفين اللي عندها وبتعمل اصوات ببقها، يعني حاجات طبعا مش هينفع احنا نقولها على الهوا لان عيب يعني، ما يصحش. يوتيوب وكل حاجة، بس في الاهم من اليوتيوب اخلاقياتنا ماشي، اخلاقياتنا شين الف اللي هي بتاعت الاداره الماليه، شين الف اللي هي بتاعت الاداره الماليه اللي لما بتتكلم مع الموظفين بتاعها يعني بتعمل يعني اصوات كده ببقها اكن في لحميه مثلا او حاجه، ممكن كده واحد هو نايم عنده لحميه كده او حاجه فايه فبيحصل هذا الايه هذا الكلام ماشي. ده الموضوع الايه ماشي. هاني حتاته، برافو عليك يا ابو هاني، تمام. رئيس العزبة، ناظر العزبة، ناظر العزبة دي الهدهد بقى، ناظر العزبة وقف في وسط العزبة من ساعتين ثلاثة كده ومسك الحديدة، ومسك الحديدة وقام بالتهديد والوعيد لأعضاء العزبة، أعضاء الجمعية العمومية بتاعت العزبة، وقال لهم هشطب كل واحد ما جاش سدد الاشتراك لغاية يوم الأربع اللي جاي ماشي، هشطب عضوية العزبة لكل عضو ما سددش الاشتراك لغاية الأربع اللي إيه اللي جاي، وإن أي عضو أي عضو هيتم اسف هلغي عضويته اسف، اي عضو بقى هيتم انتقاده هو شخصيا كنظر للعزبة على الفيسبوك او على تويتر او على الواتساب حتى تمام، هيتم شد عضويته بالايه بالكامل. يعني اقعد وبص ما اسمعش صوتك، ها ما اسمعش نفسك، عايز تخش العزبة ولا مؤاخذة تحط لسانك ما اسمعش نفسك، اوقع عضو
عجبك على كده اهلا وسهلا، مش عجبك على كده اخبط دماغك في الحيط. ده معنى الكلام. الكلام موجه لمين؟ لاعضاء العزبه. ما تسمعش صوت حد فيكم هيشطب. تتكلم عليا تنتقدني كنظر للعزبه على فيسبوك، على تويتر، على واتساب، على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، هشطبك. ده مصيرك عندي. ده مصيرك ايه عندي؟ العصاية والكرباج. اللي لما قلت ان نظر العزبة واقف لاعضاء العزبة، اعضاء الجمعية العمومية للعزبة بالعصاية والكرباج، قالوا لي لا انت كده مزودها. قلت لهم ما تشوفوا، شوفوا بيتعمل ايه معاهم وشوفوا بيتعمل ايه فيهم. شوفوا بيتعمل ايه معاهم وشوفوا بيتعمل ايه فيهم. كفاية تهديد حياته، كفاية تهديد حياته. انا النهارده لما يبقى في زمن الكورونا بالمنظر ده وهدده بالغرامات الماليه ونزله من بيته في الفتره، تمام، علشان يجي يجدد لي، لا لا، وانا مش خايف عليه بقى، يعيا ما يعياش مش هتفرق. بالنسبه للي قاموا بسداد الغرامه قبل صدور قرار الاعفاء، فمحدش هياخد غرامته. يعني ايه؟ بص، اللي بيخش ما بيطلعش، اللي بيخش كفلوس ما بيطلعش. انت كعضو للعزب دفعت فلوس، سواء بقى الفلوس دي بحق او بغير حق، انسى ان انت ترجع لك تاني. انت كعضو جمعية عمومية في العزب بتاعت نظر العزب، ما هي دي عزبة بتاعت نظر العزب، فهو بيتحكي فيها زي ما هو عاوز. دفعت فلوس، ان كان بقى الفلوس دي حق او مش حق، يعني ممكن انت تكون دفعت وفي المراجعه كده طلع ليك فلوس مش هتاخد حاجه. انسى ان انت تاخد حاجه، انسى ان انت تاخد ايه؟ عصايا وكرباك، عصايا وكرباك. اتفقنا؟ اتفقنا. خدوا بقى الايه الجامده، خدوا الجامده، جامده جدا بقى اللي جايه دي هدهد. العجز اللي موجود في الخزنة بتاعت الكيان 1,200,000 جنيه. بعد الجرد ما حصل، بعد الجرد ما حصل 1,200,000 جنيه. عبارة عن ايه 1,200,000 جنيه دول؟ يا احمد الزقزوق والله، بيقول لي انا اسود. والله يا ادم صبري احي. الـ1,200,000 جنيه دول الفرق ما بين الإيرادات الفعلية والإيرادات الدفترية. يعني إيه؟ وضح. يعني أنا النهاردة في عندي دفاتر بتقول رقم، الرقم ده مثلا على سبيل المثال 5,000,000 جنيه مثلا، ده الرقم اللي في الدفتر. طب نيجي نعد الفلوس اللي موجودة فعلا في الخزنة، نلاقيهم 3,800,000. طب ازاي اذا كان الفلوس اللي متحصلة 5,000,000 واللي على ارض الواقع 3,800,000، يبقى في عجز كام؟ 1,200,000 جنيه. طب 1,200,000 جنيه دول راحوا فين؟ راحوا فين؟ اوعدك، اوعدك بمشيئة الله تعالى، كراجل بتتفرج عليا النهاردة، بكرة هقولك الـ1,200,000 دول راحوا فين ومين اللي خدهم وليه وكان ايه التمن. اوعدك، استناني بكره، بس استناني بكره في نفس الميعاد هعرفك العجز ده راح فين. ما هو وضع طبيعي، ما هو وضع طبيعي. ليه وضع طبيعي؟ لان انت الفلوس اللي موجوده دي لا بتخش بنك ولا بتطلع من بنك. الفلوس، فاكرين الشنطة السوداء اللي انا صورتها لكم؟ في كان في شنطتين كده وطلعت لكم الصور بتاعتهم، فاكرينهم؟ ولا مش فاكرينهم؟ الشنط دي الفلوس بتطلع فيها وبتخش فيها، الفلوس بتطلع فيها في الكيان، في العزبة، عزبة. ماشي يا رجالة؟ ماشي. بكرة بمشيئة الله
تعالى على وعد بلقاء في حلقة لن تقل بأي شكل من الأشكال سخونة، لن تقل في مصداقيتها، لن تقل في معلوماتها عن النهاردة، سواء عن كرة القدم في مصر، عن الزمالك، عن اتحاد الكورة، عن اتحاد الأفريقي، كل الأخبار، كل الحاجات اللي تهم حضراتكم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير وصلاح للبلاد والعباد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم.